ليه من بعد 2012 ابتدى يطلع حملات، من بعد عامة حكم الإخوان، اللي حملات ضد النقاب، يعني في اللي هو شريف الشوباشي كان بيطالب بمليونية بخلع الحجاب، والتانية اللي هي دين أنور خلع النقاب، ليه دول ظهروا في الوقت ده عامة وما كانوش باينين في فترة 2012؟ سؤال جميل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني. هذا يسأل عن الحملات ضد الحجاب، ضد النقاب بعد سقوط الإخوان، وممكن أن تسميها التنمر على المشايخ وعلى الدين وعلى الموروث وعلى كل شيء. في حالة تنمر كذا عند بعض أنصاف المثقفين في فترتنا هذا على 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 الموروث الديني، نوع من التنمر، وتستطيع أن تسميه نوع من الثار الثقافي، يعني كذا زي بيوجبوا مع الناس. في البداية الثانيين كانوا متنمرين عليهم عندما كان الشعب مع الإسلاميين، وعندما سقطت شعبية الإسلاميين في السنة التي حكموا فيها وفعلوا ما فعلوا صار الناس نافرة، فجاء هؤلاء الآن دورهم. لو استمرينا بالطريقة السخيفة هذه، السخيفة، آسف على العبارة، لما الإسلاميين يحسوا أن لهم أرضية عند الشعوب يستقوا على العلمانيين ولا المثقفين، ولما المثقفين يشعروا أنه خلاص الشارع ضد الإسلاميين، يلا فرصة اضرب وهي لسه سخنة وشكك. هذا سخيف للغاية، وهذا لا ينهض دولا ولا يبني أمما ولا يصنع إنسانا ولا يحرر عقولا. بالمناسبة من أسخف ما يمكن أن يسمع أن يقال أن تقدم البلد وتحرير المرأة بأن نعمل يوم لخلع الحجاب. طيب وخلعتي الحجاب وبعدين؟ بسم الله خلعتي الحجاب، شيدتي مصنع بخلع الحجاب، شيدتي مصنعا، ثقفتي أمة جيلا. يعني هذه سخافات، يعني حتى في الغرب صارت تستسخف، الغرب الذي يقلدونه. بالمناسبة كما أن عندنا بعض المنتسبين الإسلاميين أو الإسلاميين عندهم تخلف في فهم الشريعة، في عندنا أنصاف مثقفين عندهم تخلف كبير في فهم الثقافة حتى الغربية الحداثية. إلى اليوم يقول لك احنا عاوزين الحداثة، عيب عيب، يعني إيش عاوزين الحداثة؟ احنا عاوزين التحديث، يعني التقدم والتطور والشيء. أما الحداثة هذا مصطلح فلسفي، والمصطلح الفلسفي للحداثة حتى الغرب تجاوزه، وهم الآن فيما بعد الحداثة، وما بعد الحداثة الآن آيلة للسقوط، الناس تجاوزها الآن، وإحنا لسه نكرر نفس. يعني عندنا بعض علمانيين متأخرين 50 سنة عن العلمانيين الغرب والليبراليين الغرب، 50 سنة على الأقل. فقير ناقشت بعض المشتغلين بالفلسفة الليبرالية بمترجم، ومنهم الملحد ومنهم اللاديني يعني ومنهم لا أدري، واحد منهم من بلجيكا بروكسل، واحد ثاني ناقشته في ألمانيا، واحد ثالث في جامعة ييل في أمريكا، كنا مع مسيحيين وجاء واحد وتناقش معنا، وفي بلدان عربية تحصل عندنا حوارات. أنا يؤسفني ويؤلمني، أنا أقولها بألم شديد، أن الليبراليين والعلمانيين الغربيين أكثر مهارة وحرفية وقدرة على النقاش من كثير، ما أقول كل، من مثقفين وعلمانيين علمانيين وليبراليين. ليش؟ أنا أوجه دعوة إليهم من هذه المنصة، دعونا نتعاون، نختلف ونتعاون، نحن في بلد واحد، ولن يستطيع أحد منا أن يتخلص من الثاني، أي الإسلاميين السياسيين نتخلص من الجرائم التي ارتكبوها، كلنا معكم في ذلك. لكن لن يستطيع طرف الأزهر الشريف ودار الإفتاء أن ينتهض بمصر وحده، ولن تستطيع جهات الثقافة أن تنتهض بمصر وحدها، لن ينهض مصر إلا الجميع معا، مع احترام اختلافاتهم، الأزهر والكنيسة والمثقفين والعمال والصناع والمزارعين، مع احترام. احنا لا نقول أن نتفق يا جماعة، انتبهوا، دعونا نتعلم كيف نختلف، دعونا نتفق كيف نختلف، نتفق على كيف نختلف، لأن هذا الأسلوب الذي تشكو أنت منه الآن من الذين تكلموا بهذه الحالة الثارية أو التهجم، هو قد مورس أيضا من قبل الإسلاميين أيام كانوا يشعرون بالزهو. أنا شفت في اليوتيوب مناظرة في معرض الكتاب قبل سنوات قديمة، حاضر فيها رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي المتأخر، مش الإمام الغزالي، الشيخ المعاصر، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، والدكتور عمارة والدكتور الهضيبي كان مرشد العام للإخوان المسلمين، في المقابل الدكتور فرج فودة، والثاني ما أذكر منه، الله يرحمهم كله.
تريدون الصراحة ولو موجعة تحملوها يا شباب. الدكتور فرج فودة كان أصوار من الذين أمامه، ما أقول هو الأصوب، كان في هناك أخطاء جمة أختلف معه فيها، وفلسفيا بيننا خلاف شديد نحن والدكتور فرج فودة، لكن كان يتكلم بهدوء بتسلسل في الأفكار برص للمعلومات. في المقابل كنا نسمع شعارات، مع أن الأفاضل الذين أمامه عندهم قدرة، واحد زي الشيخ محمد الغزالي قامة، واحد زي الدكتور محمد عمارة كاتب، يعني يستطيع أن يسايره لكن للأسف كان غالب الحضور من شباب الإخوان المسلمين، فكانوا ينتظروا بس الكلمة الله أكبر ولله الحمد الله الله، يضجوا وصياح، فتحولت إلى، أريد أن أكون دقيقا في اختيار الألفاظ، تحولت إلى شبه مظاهرة. أنا آسف أني أقول لكم تحولت إلى مهزلة من طرفنا نحن اللي نتكلم بالدين، لأني عندما أكون واثقا من حجتي لا أحتاج إلى التشويش، لا أحتاج إلى الصراخ، لا أحتاج إلى التهييج الجماهيري، لا أحتاج إلى أن أرهب الذي أمامي بأن الناس الضجة كلها معاي القاعة، تعالوا ولا أحضروا وملوا القاعة وناصروا وضجوا واعملوا، لن أحتاج إلى هذا إذا أنا واثق. فلهذا نقول لمثقفين الآن لا تكرروا نفس المسألة في اللحظة اللي تشعرون فيها بأن في نوع من الألم أو النفور عند البعض من الخطاب الديني الذي سمعوه في السابق.